العالم. الهدف الاساسي ايضا بعد القرعه اللي صارت في مصر هو انه بعد 6 مباريات نكونوا اولين في الترتيب ونكونوا مترشحين الاهلي لكاس العالم، وهذا هو اللي صار. نقطه اضافيه اخرى انه 6 مباريات ما خسرنا حتى مباراه، يعني ثم كاركتير اليوم ولو ان من فورمه كبيره، ولكن ثم لا جاستيون دو ماتش كانت الاولاد نعرفوا على الاقل وقت ما نجموش نربحوا ما نقبلوش، لانه كره القدم هذا فيها كل شيء ممكن. كما قلت لك ربي وفقنا ان شاء الله. تونس ديما متالقه في كره القدم وفي الرياضات وفي كل شيء بشكل عام، وان شاء الله ربي معناها يجمعنا على الخير، وان شاء الله كره القدم التونسيه تجمع الشعب التونسي وتفرح الشعب التونسي. اليوم ايزنا نحضروا ساعه الجوله الاولى، احنا رينا اليوم مباراه ما كانتش سهله راه، يعني احنا كنا داخلين نسيي ربحيني توسا، وحتى في عيني العباد الكل بعديك تيا اللي يلزمنا بتيت ريفيزيون تويكا بتيت ريفيزيون سور لو بلان تكنيك سور لو بلان بريباراسيون. مي راهو سي ان ايفينمون خليني نقول مهم جدا، راهو من 2006 ما ترشحناش، سي نوتر سانكيام جو دي بيان فيكتوار، لانه راهو ترشح سي اون فيكتوار. اليوم داخلين على مرحله جديده، خلينا نحلموا مع بعضنا توانسه الكل بروسيا كيف كيف نستثمر ونعاود نقول في الترشح نتاع ليكيب ناسيونال. اليوم احنا عندنا مجموعه ما عندناش، عندنا مسؤولين لاعبين طاقم اداري طاقم فني طاقم طبي، الجميع ساهموا في الانجاز هذا الحمد لله يا ربي. تونس في روسيا توا باش نبداو في خدمه جديده، نرتاحوا جمعه نفرحوا بالترشح هذا، لكن ما زلت لنا خدمه قدام. احنا نحبوا تكون مشاركتنا مشاركه مشرفه، نحبوا ان شاء الله نتعديوا الدور الاول، هذاك علاش اهم حاجه انه التحضيرات تكون ممتازه. كيف كيف وفرنا جميع الظروف للفريق باش ترشح المونديال، كيف كيف باش نكملوا نوفروا احسن ما نجموا نعطيوه للاعبين باش يشرفونا ان شاء الله حتى في روسيا. مبروك على تونس الكل، سي لو بلوز امبورتون، معناها شخصيا المتواضع ما يعني شيء قدام فرحه الشعب التونسي. محلاها معناها كي تدخل البسمه والفرحه على كل العائلات التونسيه، هذا سي لو بلوز امبورتون بالنسبه لي انا كنبيل معلول. شوف خلينا نحلموا، خلينا اون سافور سيت فيكتوار، خلينا نشيخوا، خلينا معناها نعيشوا دي مومون انوبليابل مع العائلاتنا ومع اصحابنا ومع الشعب التونسي. بعد لو برومي ديسمبر بعد القرعه نوليو نخمو في الدوزيام تور ونخمو في كاس العالم ان شاء الله. واحد معلش واحد معناتها كيشوف فرحه التونس معناتها هذيك بالرسمي معناتها الفرحه نتاعو، حبينا نفرحوهم اليوم بربح ما سهلش ربي ان شاء الله. باش تخرج توا باش تلقى 11 مليون تونسي لبرا. كاو واحد معناتها انا حكيت لك احنا جايين معناتها من الاول باش معناتها الناس الكل حاطين في مخاخنا باش الشعب معناتها الجمهور هذا الكل اللي جاي ما يروحش متغشش. يمكن رزون ياسر معناتها على مخاخنا الماتش هذا، هذاك عليه معناتها ما قدمناش معناتها مردود به، ان شاء الله نتعلموا من الاخطاء نتاعنا وان شاء الله هذا كله معناتها تكون لنا ديزيكسبيريونس باش الماتشات الجايه ان شاء الله نكونوا خير من هيك. الحمد لله هذا حلم اي ملاعبي وحلم كبير، نصور هذا جاي بعد تعب نتاع مجموعه كل، الحمد لله خدمنا واليوم نترشح هذا جاي في وقت به ان شاء الله باش نمشيو للمونديال ان شاء الله نزيدو نعملوا حاجه ان شاء الله. الحمد لله العبد من ينجم كان يحمد ربي ويشكر على الشيء هذا، العبد قاعد يخدم على روحه لازم يزيد يخدم اكثر واكثرين باش معناتها يفيكسي بلاصته في المنتخب. اكيد لازم العبد يزيد يخدم على روحه دوبل 200% مش 100% باش في روسيا، خاطر في روسيا باش تلعب في لو نيفو ماكش باش تلعب مع كامل احترامات في الشامبيونان نتاع تونس، دونك غادي باش تلقى ريتم تاع لعبة ان شاء الله. عليك تخدم على روحك باش تلقى روحك في لو نيفو غادي ان شاء الله. الحمد لله معناها كيما تشوفوا الترشح ما يجيش بالساهل، معناها عملنا معناها ميتون الاول معناها كبير، ضيعنا برشا فرص يمكن هذاك اللي خلينا دخل شويه فينا دوت، مي الحمد لله معناها تمكنا في الاخر باش رجعنا بنتيجه 0-0، هي ترشحنا زاد عنا معناها دو ريزلتا الربح والتعادل. الحمد لله معناها فرحنا الشعب اللي جا وما خيبناهمش الحمد لله. دويل فيراتي امين بن عمر توا في ايطاليا، ترشحت ايطاليا سي بون والله ماذا اعطينا ان شاء الله تجي الارجنتين ولا حاجه ميسي هكا ان شاء الله. لا ما نحبوش فاشل.